إذا خيروك تضربي حبيبك بالكف ولا بتضربي حالك أنت بالكف؟ تضرب حالي. تضربي حالك كيف يعني؟ كيف تضربي حالك؟ شو؟ كيف تضربي حالك؟ بدك شرح؟ إيه أكيد. لا. كيف يعني هيك مثلاً؟ ما بتضربي حبيبي. طب ما هو الأصول يكون في واحدة من الاثنين، يا بتضربي حبيبي كف يا بتضربي حالك كف. خلاص بضربه هو أسهل. إذا عم تضربي لإله؟ أسهل يعني. هو أحلى نضربه. صح. بتعرفي ليه؟ إذا عذبك بتفشي خلق، بس بالخمسة بتضربي؟ لا. كم إصبع؟ أربعة. بالأربعة خفي خففت الضربة. وإذا عذبك كثير؟ ليش بده يعذبني؟ بالخمسة. إيه. خلاص؟ خلص. شو قولي له ما تعذب مشان ما تاكل كف بالخمسة. ما تعذبني. مشان شو؟ مشان ما تاكل كف بالخمسة. ثانك يو لإلك. ميرسي كثير حبيبي. إذا خيروك تضرب حبيبتك بالكف ولا بتضرب حالك بالكف؟ أضرب حالي بالكف. كيف يعني؟ أكيد. لا هيك؟ لا. يعني حبيبتك تقرطك كف بتكسر لها وجهها، بس انت حضرتك كيف ضربت حالك؟ لا بدنا نسمع صوته اذا بتريد. هيك هذا هو؟ هي يا بيي يعني انت بتحبها لحبيبتك؟ احبها لحبيبتي. شو بتقلها؟ حبيبتي اموت عليك. I love you. اذا خيروك تضربي حبيبك بالكف ولا بتضربي حالك بالكف؟ لا بضربه لإله بالكف. بالخمسة؟ بالعشرين. يا بيي قد ايه بالعشرين؟ يعني ليه ما بدك ترحمي تقولي حرام حبيبي هيدا؟ لأنه حبني وأخذني عن حب. لأنه هن هيدا الجنس ما بيرحمنا لنحب أبدا، هيدا ما بيستاهل الرحمة أبدا. أبدا. أنا معك. أنا معك، أنا بدي إلكن ارحموهم لحتى هن يرحموكن، لأنه لو ما إيديها أنت ما بتاكل لقمة طيبة يا كبير، لو ما إيديها أنت ما بتشوف الحياة الحلوة يا كبير. ثانك يو لإلك. ميرسي كثير. ميرسي. إذا خيروك تضربي حبيبك كف ولا بتضربي حالك كف؟ لا هو جنب. أكيد. يعني بتضربيه كف؟ نوع؟ يعني ما بتقصري دغري بتضربيه. يعني ممنوع يغلط. أكيد. قوي ولا خفيف؟ وسط. يعني كيفي؟ نعم. ثانك يو. ميرسي كثير. تسلم. اند. تا! يس او نو؟ نو. 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 فايلنس زيرو نو. عن جد؟ افترضي هو ضرب الكف لإلك. نو. نو. يا! ماي لوف. ماي لوف. يس نو. ايه. نو نو نو. اوف كورس. ثانك يو. ميرسي. Welcome. إذا خيروك تضربي حبيبك بكف ولا بتضربي حالك أنت؟ لا ولا حبيبي ولا أنا. شو لكن مين منهم؟ ما حدا. افترضي عذبك. لا نو. بضرب الدولة بس ما بضرب حبيبي. مين؟ دولة. ما بتضربي حبيبك؟ طيب افترضي حبيبك شاف وحدة وغمزة. إيه. تضربيه ولا لا؟ لا العيون لا لنشوف الأشياء الحلوين. طيب افترضي شفتيه قاعد مع وحدة عم يشربوا وياه أرجيلة. ايه ما عمل شيء عم يقرمله بس. ثانك يو. لك شو مهضومة. إذا خيروك تضرب حبيبتك بالكف بالخمسة ولا لا بضربها بالخمسة. اوف شو عم تحكي؟ بالخمسة؟ طب أربعة أحسن. لا بالخمسة. بتعلم لها وجهها؟ طب ليه شو السبب؟ خمس كفوف. طيب شو السبب؟ هيك بضربها بخمس كفوف. تضربها؟ يعني هو انت اخذ مثل ضرب الحبيب زبيب؟ يعني ايوه انا حسني قلبي بده يزمط. كيف زمط؟ ضرب الحبيب زبيب. شو بتقول لحبيبتك؟ لمرتي. شو بتقول لها؟ اذا ضربت الكف تقبريني سامحيني لانه ضرب الحبيب زبيب. ايوه ضرب الحبيب زبيب. اذا ضربت الكف اذا ضربتك سامحيني لانه ضرب الحبيب زبيب. يا بيي تايكو يا كبير حبيبي. اذا خيروك تضرب حبيبتك بالكف ولا انت بتاكل الكف تضرب حالك بالكف؟ لا بضرب حبيبتي بالكف. اوف حبيبتك. ايه بضربها بالكف. بركي كانت مرتك. هي مرتك حبيبتك. ايه ما هي عم بحكي عن حبيبتي. إيه تضربها كف اذا اضطر. بخمسه؟ لا باربعه. أربعة. مش عم يطلع خفيف. بيطلع انت عامل لها هيك كلمه تنقص كلمة بتطلع الضربة. أنا بدي منك شغلة بس تضربها بالكف خليهم يكونوا خمسة ويعلموا على وجهها. بتعرف شو بتقلها؟ ضرب الحبيب زبيب. شو
رايك؟ والله الا حبيبتي درب الحبيب زبيب. اي والله حبيبتي. شو بتقلها هلا درب الحبيب زبيب؟ يا بيي حبيبتي ام جواد. يا بيي ام جواد على راسه. ام جواد هو اذا ضربك كف يعني بحبك، واذا ما ضربك يعني بيكرهك، دير بالك. هي الكف يعني بوسه. والله كبير يا ابو جواد كبير. ثانك يو. اذا خيروك تضرب حبيبتك بالكف ولا بتضرب حالك بالكف؟ حبيبتك بالخمسة هيك بتعلمنا اياهم كيف تضربها؟ بالخمسة. بالخمسة؟ بالخمسة. وبتعلمهم على وجهها؟ اكيد. اوف طب ليش؟ طبعا ليش بالراس؟ حرام يا زلمة. حبيبتك هاي شو؟ لا عادي يعني. اغلى شيء بحياتك حبيبي. ما عندك؟ طب افترض كان عندك؟ اضرب عادي. بتضربها؟ اي. وانت؟ انا على والدي هو صبره. بتعمل؟ انا على والدي. عن جاش بتعمل؟ انا على والدي. يا بيي بيي. وانت؟ بضرب اثنيناتهم كف. يا بيي عن جد تقول. وانتم شكلكم ما حتحبوا بحياتكم. ما شفنا عزابي. هيدا الزلم رجال لانه هيدا اجى مع البنات والله. ها لانه بده يضربوا البنات ما قبل. تقول لك حياتي حياتي. ميرسي كثير حياتي. ممنون. اذا خيروك تضربي حبيبك كف ولا بتضربي حالك كف؟ لا بدي اضربه لأله. لأله بتقويله بكل قلبي؟ اكيد. قد ايه يعني بتقويله؟ بتسلقيه سلخ يا بيي؟ كيف 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 كيف؟ يا بيي ليك ما هضبها البنوت عن جد تقول لك ليكي اذا عذبك بالحريق قلبك 100%. ماشي؟ ماشي. وممنوع الرجال يعذب بنت. تفضل. ثانك يو. اكيد. ثانك يو. يا اهلا وسهلا ميرسي. اذا خيروك تضرب حبيبتك كف ولا بتضرب حالك؟ لا بضرب حالي. كيف؟ اكيد. يعني مثل ما بقول المثل ضرب الحبيب زبيب. روح يا كبير.